بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الخامسة بس الملزمة الرابعة اللي تخص Experimental Board Design and Expanding the Synchronics، يعني تجارب عملية بورد ديزاين. عندنا تصميم موقعي للبورد اللي يسوي لي Expanding يعني التوسعة لموضوع Synchronics يعني البارلل انترفيسينج. نلاحظ هنا من خلال هذا الشكل اللي موجود هنا يمثل لي البورد اللي نصممه من أجل الاتصال مع مثلا الطابعة. هنا جهة اليمين اللي هي الحاسبة وجهة اليسار تمثل لي جهة الطابعة. اللي هنا من خلال الشرح اللي موجود أمامكم Synchronic Experimental Board شو هذا Circuit Diagram. Circuit Diagram يعني مخطط الدائرة للSynchronic Experimental Board. ال DB0 وال DB7 of the data board of the Synchronic Board are feed into the هنا عن الاي سي هذا اللي رقمه 74 LS244 هذا بفر دائما يسمونه شمت تريجر بفر اي سي 2 اللي هو هذا هنا الاي سي 2 اللي موجود امامكم اللي هو هذا الموقع مالته اي سي هذا البفر يعني كلية هذا البفر موجود وهذا يسمونه شمت تريجر وهذا رقم مالته اي سي 74 اي سي 2 هو 74 LS244 هذا البفر موجود يسموه شيمت تريجر من خلال المثلث اللي موجود به هذه العلامه يسموه شيمت تريجر واللي قبله مقاومه حتى تقلل البيانات اللي موجوده يعني التيار اللي موجود يقل حتى من يفوت على شيمت تريجر راح يصير به هولدنج بعدين ورا شيمت تريجر موجود عندنا هذا الليدات هاي الليدات تمثل لي اذا كان هنا البت اللي موجود هنا 1 راح يشتغل هذا الليد وإذا كان زيرو راح يطفى يعني من خلال هاي الليدات أنا أعرف البايت شنو شكله اللي خارج أو اللي اللي داخل عندي من الكمبيوتر وطالع على اتجاه البرنتر هذا داتا بورت أوتبوت هاش 1 من دي 1 إلى دي 8 هنا يسموه 8 وي يعني 8 طرق أو 8 فتحات سكرو تيرمينال هاي سمت ديتاتشبل يعني مثل ببراغي او كذا يمكن الربطه وتوصيل من هنا هذا الاوتبوت اللي نوصله احنا مع البرنتر فتشوفون هو هذا يسموه الداتا بورت اللي تدخل البيانات من هذا الاتجاه اللي هو دي دي بي 0 الى ان يعني داتا بورت 0 الى ان يوصل الدي بي 7 يعني عندي بايت واحد وبعدين هم تدخل البيانات مثل ما قلت لكم الى مقاومه قيمتها 100 اوم حتى تقلل لي التيار الداخل وبعدين ندخل على البفر او الشيمت تريجر بفر هذا اللي موجود اللي رقمه 74 LS244 هذا الشرح كله موجود عندكم هنا خلال يعني على الرسم وحتى بالاخير حاكينا على each line is also connected to a low current led فيا 3.3 كيلو اوم هذه المقاومات اللي دي اتكلم عليها يعني قبل الليد انه قيمتها 3.3 كيلو اوم يعني موجود هذا الرقم وموجود هاي العلامات كلها والتصميم الطلاب يعني بالسنين الماضيه صمموه لقسم من عندهم يعني اتخذوا الجانب العملي هذا البورد وصمموه واشتغل عندهم ويمكن انتم يعني قسم منكم يعني من الطلاب يتبرعون بهذا المجال انه يصممون هذه الدائره وهي تكفيهم وتغنيهم عن موضوع الانترفيس العملي اذا نكمل الشرح على السترونج اكسبيرمنتال بورد نشوف بهذا المكان هاي التوصيلات اللي منها اللي كنترول بورد هاي عندي داتا بورد الكنترول بورد والستاتس بورد اذا نحفظوا لي يعني الداتا بورد والكنترول بورد والستاتس بورد انا احيانا اجيب الرسم فقط على اللي هو داتا بورد واحيانا اجيب الكنترول بورد واحيانا اخرى الستاتس بورد الكنترول بورد اللي هو هذه الكنترول بورد يعني اشارات السيطره اللي خارجه من الكمبيوتر باتجاه شنو باتجاه البرنتر هذه يسموها اشارات السيطره الكنترول بورد اللي هو السترول لاين فيد كارجرتين انشلايز والاسلين اللي هو سلكت برنتر بعدها تطلع منا الاشارات من هنا اربع بتات وتدخل اكيد على المقاومات حتى تقلل قيمه التيار بعدين تدخل على البفر اللي قيمته نفس الشيء 74 LS244 بتشوفون هنا البفر 4 باتجاه اليمين و4 باتجاه اليسار عكس البفر اللي ذاك كان كله باتجاه واحد بس هو نفس الرقم نفس البفر هنا تشوفون هاي الاشارات طلعت منها يلا دخلت على الليدات حتى من تخرج من البفر يلا تظهر على الليدات حتى نعرف انه قيمها انه يا هو المفتوح يعني يا هو الاون يا هو الاوف
ونفس الحالة نفس قيمة المقاومة اللي هي 3.3. إذا نكمل الرسم نشوف هنا النقاط الأربعة اللي تخرج منها إشارات السيطرة اللي هي اسمها C1 C2 C3 C4 اللي هي تخص الكنترول، يعني C جانب الكنترول، كنترول بورت هذه الأربعة تطلع هي كأوتبوت. هنا الستاتس بورت كأنبوت للحاسبة اللي هنا ستاتس 1 ستاتس 2 ستاتس 3 والفور اللي موجودة أمامكم. كذلك نفس الطريقة راح ندخلها على البفر وبعدين تطلع على المقاومة. بس من هنا نشوف الليدات شلون تشتغل، من ورا ما دخلت على البفر يلا تروح على الليد، ونفس الحالة هنا ورا ما دخلت على البفر بالنسبة للكنترول سيجنال يلا خرجت على الليد، هنا نفس الإشارات اللي موجودة بعدين يلا تدخل على المقاومات. شنو السبب حتى نحمي الحاسبة؟ شوف المقاومة موجودة هي قريب الحاسبة حتى نحمي الحاسبة من الإشارات الفولتيات اللي جاية من البرنتر. هنا عندنا البتات بت 3 بت 4 بت 5 بت 6، هنا الستاتس بورت ونشوف الستاتس سيجنال اللي هي الايرور سيلكت البيبر ام تي الاكنولجمنت. بالنسبه للبيزي مربوط دائما ويا الجراوند، تشوفون هذا البيزي هاي يعني البن مربوط دائما ويا الجراوند. شنو السبب؟ يعني ان السنترونيك بورت جاهز لاستلام البيانات دائما، يعني دائما يعمل هذا. يعني مرات اجيب التعليم راح نجي عليه ان شاء الله باثناء الشرح، انه هذا البزي هاي النقطه راح تربط ويا الجراوند. ليش؟ حتى يكون انه السنترونيك بورد البورد هذا اللي كان من امامنا يكون دائما في حاله استلام للبيانات ودائما يعمل. بس مثل ما شفنا الاي سي 2 والاي سي 3 نفس العمل كبفرات، الليدات الموجوده هي بعد البفر يبين اذا كان الاون اور اوف، يعني 1 لوجيك 0. مثل ما قلت لكم أنا الأسئلة تكون بهذا الصيغة draw the control أو synchronic experimental board explain the status and control board بهذا الموضوع. يعني لو أجيب هذا لو أجيب الداتا بورد مثل ما قلت لكم قبل دقائق، يعني ما أجيب الرسم كامل شوية بصعوبة فأجيب جزء من عنده حتى الطالب يكون مسيطر عليه. الشرح اللي على نفس الموضوع اللي هو أمامنا هذا when a line has a logic high state the corresponding lead illuminate، يعني إذا كان اللوجيك هاي يعني اللوجيك 1 راح الداتا راح تشتغل. the four output line of the control board are connected in the same way as for the data board، نفس الطريقة four input are connected to the input of four Schmitt trigger buffer of IC3. The output of the buffer are connected to four input line of the status board. هسه يتكلم لي على الكنترول والستاتس بورد ويعطينا قيم المقاومات الموجوده، يعني كانه ديزاين يدخل بالتصميم يعطيك المقاومات اللي موجوده. The status board has five input يعني line. بالنسبه للستاتس بورد عندنا خمس اشارات والكنترول بورد اربعه. But only four of them are connected this way. The logic status of this line is monitored by the LEDs. أكيد يعني الإشارات موجودة LEDs مثل ما شفت بالتصميم. هنا السؤال المهم اللي دائما نجيبه ده يتكلم لي على five input line of the status port اللي هو the busy input is connected permanently دائما ويا الجراوند. This is very useful feature، خاصية جدا مهمة. If high level printer control command are used to control the board. This indicates that the Citronic experimental board is always ready to receive data. هذا الجواب. Is always ready to receive data. يعني Citronic experimental board هو جاهز لاستلام البيانات بأي وقت، وهو هذا الفائدة مالته. يعني هنا نجي على بالأخير يجي على الباور سبلاي وتصميم الباور سبلاي بالنسبة لهذا الاكسبيرمنتال بورد حتى يشتغل. The power supply incorporate عندي 1 امبير زائد 5 فولت فيكس فولتج ريجوليتر، هذا الريجوليتر رقمه 7805. هسه نشوفه بالرسم. الباور از فيد تو ذا بورد عن طريق الباور كونكتر اس كي 1. الاس كي 1 هسه راح نرجع عليه بالرسم اللي موجود بالاسفل. نشوفوه هنا هسه هذا اللي بالنسبه للباور سبلاي سيركت الثري انبوت او الثري انترفيس بورد. الثري انترفيس يعني 3 × 8 انبوت عندي، هذه جهز للطاقه. هذه عندي هنا فور واي سكرو تيرمينال اللي موجوده منا هذا 8 × 15 فولت، وعندي هنا جراوند ومنا 5 فولت. عندي هنا التجهيز مالته، هنا عندي الاس كي 1 هذا اللي اتكلم عليه الباور، هذا مو مجهز للطاقه.
هنا ميل او ميك باور كونكتر سورس كي. الاس كي جايه من سورس كي، سورس كي 1. هنا عندي هذا السويتش، ورا السويتش راح يجي الفيوز اكيد اللي هو جي 2 اند 1 امبير فيوز. ورا الفيوز اكيد من تجي الطاقه تدخل على الفيوز حتى اذا يصير شيء هو ينقطع الفيوز. هنا اللي موجود هنا هذا الاي سي 1 اللي رقمه 7805، والهيت سينج اللي موجود اعلاه اللي هو الهيت سينج موجود هنا. هنا عندنا الكوم والاوتبوت مالته، وبعدين يجينا على متسعة كل 7805 وقلنا الفولتج ريجوليتر. الفولتية عندنا نوعين، ريجوليتد يعني من زائد 5 فولت، وان ريجوليتد من الاس كي 1 من 80 ل 15 فولت. هسه شوف هاي الفولتية اللي موجودة هاي يسموها ريجوليتد، يعني هي منظمة تجيني 5 فولت. المصدر الثاني مال الفولتية هو الاس كي 1 بين 8 الى 15 فولت باور. تلاحظون يعني عندي يعني مصدر الباور بهذا الرسم. هنا مره واحده انا جبت هذا الرسم يعني ما مركز عليه. الباور سبلاي انكوربوريتد مثل ما قلنا اللي هو 7805 اللي هو هذا الريجوليتر. الباور از فيد عن طريق البورد، عن طريق الباور كونكتر اس كي 1، يعني اما يجي من الاس كي 1 او يجيني من ال 5 فولت. The on-off status is indicated by the LED. الليد هنا هذا اللي موجود، فتشوفوا هنا الليد رقمه D1 ومقاومة قبله أكيد، لأن حتى ما يعطب هذا الليد خلوه مقاومة اللي قيمتها 390. The input regulated power supply and the regulated زائد 5 فولت DC، هذا regulated are both connected to 4-way screw terminal اللي هو J1 اللي هو هذا. يعني هسه من هنا راح تجي الفولتية مربوطة لهذا السكرو تيرمينال، ونفس الطريقة اللي جايتني منها عن طريق الاس كي 1 هم مربوطة هنا. وعندي هذا اللي مال الجراوند اللي هو رقم 2 ورقم 3 اللي مثل ما موجود امامكم. The component utilized on the board are listed in table 2. هسه يجيني على يشرح لي الكومبوننت اللي ممكن اني اقدر اشتريه حتى اصمم التصميم بالنسبة للبورد اللي شفناه قبل شوية بالرسم السابق اللي رقمه 218. من خلال هذا الجدول نلاحظ انه المكونات اللي ممكن ان نشتريها حتى نصمم البورد السابق اضافة الى قيامها كل واحدة والقيم مالتها. هنا المقاومات، الكاباسيتر، السيمي كوندكتر، اشباه المواصلات، الكونكترات يعني اللي موجودة اللي نحتاجها. هنا عندنا السويتش هذا شكله، والفيوز والهيت سينك، هاي كلها موجودة عندكم. يعني مثل ما قلت لكم انه سابقا يعني بالسنين مضت الطلاب يعني صمموا هذا الشكل او صمموا هذا البورد اللي قبل شوية شفناه بالشكل رقم 18 والشكل رقم 19. هذا السطرين اللي تحت الجدول يقول هنا عندي عدة تطبيقات، يعني الانبوت والاوتبوت لاين اللي تزودنا اياه عن طريق السترونيك او الارس 232 او الجيم بورد از نوت انف. فاحنا شو نسوي؟ عملية التوسعة الاكسباندنج، انا ما واصل لحد الان، هنا راح يدخل الاكسباندنج الموضوع مالته. يمكن ربط اكثر من جهاز بالحاسبة يعمل على التوازي، يعني الاكسباندنج انا شو اسوي بيه؟ اقدر اربط اكثر من جهاز اذا احتاجينا توسع الاكسباندنج، ونفس الشيء نحتاج توسع السيريال. هنا الاسترونيك التوازي للسيريال، انتم شايفين مرات احنا نجيب بفر خارجي ونربطه ونربط بيه اليو اس بي عن طريقه. هنا one method for the احكي على موضوع expanding of centronic board. One method for expanding input output line of the board is to use 74LSTTL or 4000 CMOS series logic chip. يعني هاي الطرق اللي نستخدمها للتوسعة، واكيد راح يبدي يشرحها. هنا the other is to use dedicated، يعني مخصص بالريفرال بروجرامبل انترفيس اللي هو هذا المختصر مالته بي بي اي تشيب، such as 8255 او 8155 اور اذر. هذه الارقام انا ما اريد تحفظوها، موجوده بالانترنت يقدر الواحد يطلعها اذا يريد يسوي اكسباندنج. يوزنج ذا لوجيك تشيب از سمبل، يعني بده يحكي على تي تي ال اند ايكونوميكال، يعني اقتصاديه، يعني اذا تستخدم اللوجيك تشيب يكون ارخص ويكون اقتصادي. يعني اللي يستخدم اقتصادي اكثر يحكي على CMOS. The disadvantage is that، يعني المضرة مالته that the hardware is not configurable، يعني لا يكون شكله مرتب. Using interface chip اللي هو BBI make the expansion configurable.
فور اكزامبل عندنا 8255 بي بي اي اللي بروفايد 24 انبوت اوتبوت لاين يعطينا 24، وانا عندي ثلاثه كان موسعه ثلاث مرات يعني معطينا ثلاث جروبات اي و بي و سي. ايتش جروب هاز 8 انبوت اوتبوت لاين اند كان بي كونفيجرد اس ان انبوت اور اوتبوت، يعني التنظيم اما يكون انبوت او اوتبوت. اذا هناك طريقتين للتوسعه، اما نستخدم ال 74 ال اس تي تي ال مثل ما موجود بالاعلى، وهي طريقة بسيطة واقتصادية من ناحية التكلفة، ولكن ربط الدائرة ليس سهل أو مرتب يعني أو منظم. إذا استخدمنا 8255 بي بي آي تكون العملية توسع أكثر سهولة ومنظمة، يمكن أن تعطينا 24 أنبوت أوتبوت لاين، كل مجموعة متكونة من 8 أنبوت أوتبوت لاين، وهذا خلال الشرح اللي موجود. هذا الرقم يعني أول واحدة ريدنج 8 بوت داتا، يعني هاي بداية التوسعة، وهذا موضوع جدا مهم. فروم 4 انبوت يعني اقدر احصل 8 بالداتا. الفيجر 4-1 اللي هو الفيجر هذا اللي بالاسفل ليشرح لي هذا الموضوع. شو ان اكسبيرمنتال سيركت تو الو سنترونيك بورد تو ريد 8 بت يوزنج اللي هذا الاي سي 241 اوكتال بفر، هذا 241 انتبهوا عليه، وذاك 244 كان بدايه المحاضره. ذا بن اوت اوف ذا هذا الاي سي اس 241 شلون بالفيجر 4-1، هاي البنات موجوده بالشكل الاسفل. وين بن 1 از تيكينج لو ذا فور بفر اوف ذا ليفت هاند سايد، يعني اذا اشتغل البن 1 بالنسبه صراحه نجي نشوفه يشتغل الليفت هاند سايد ار انيبلد ذا اوتبوت فلو ذا انبوت اذروايز ذا اوتبوت ان هاي امبيدنس. هاي امبيدنس يعطيني ممانعه عاليه كانه يصير شورت اوبن سيركت. When bin 19 goes high, the four buffer on the right hand side are enabled. راح نجي على رسم أفضل. من خلال هذا الرسم اللي موجود عندكم والبفرات اللي موجودة، الأكتر بفر اللي رقمه اللي هو 241 اللي هو هاي البفرات اللي موجودة. هنا أنا عندي ال 1 G وعندي 2 G اللي هو رقم بين رقم 1 والبين رقم 19 هو اللي راح يسيطر لي على هذا البفر. إذا يعني هنا أنا اشتغل أو البن واحد إذا كان لو راح تجيني البتات من ذن الأربعة تروح للأوتبوت. هذا الأي يعني هو الأنبوت والواي اللي خارج منها هو الأوتبوت، يعني راح يشتغل كأنه هذا الأربع بتات اللي هي تمثل النبل. وإذا اشتغل التو جي راح تجي هنا أنا هتكون إنيبل، تشتغل الأربع بتات اللي تكون بالاتجاه المقابل. إذا أنا من أربعة بتات أقدر أحصل 8 بت. الأوكتل بفر يوز تو ريد 4 بت and other 4 بت are in high impedance state، يعني كأنه open circuit. ال data select line شنو نقصد بينه؟ ال data select line يقول هاي 2 G وال 1 G هي اللي سيطر على سريان الداتا البيانات بين بالبفر. إذا ربطتهم أنا سوية مثل ما موجود هنا بهذا الرسم، ومن خلال ال يعني control signal إشارة السيطرة أما تكون 0 أو 1. إذا كانت مثلا 1 راح يشتغل البفر الاسفل، واذا كانت 0 داخل على الانفرتر راح يشتغل البفر الاعلى. هو هذا المخطط اللي مثل لي نفس الدائره السابقه اللي رقمها 241 كبفر. الداتا سيلكت لاين كان بي كنترول باي دي 0، هنا الدي 0 يعني مثل ما موجود عندكم بالرسم بدايه المحاضره تربط للداتا بورت اللي ان شاء الله راح توضحها بالصفحه القادمه. هنا إذا ربطنا بالدي زيرو إذا هو راح يسيطر لي على البفر كامل، إذا يقدر يشغل لي البتات الأربعة والنبل ذني الأسفل أو الأربعة بتات الأعلى. راح نجي إن شاء الله بالتوضيح أكثر يعني بالمحاضرة. موجود أسفل الرسم يعني هذا الفيجر also show هذا البفر اللي موجود رقم 241 is connected to the Centronic experimental board، يعني إذا ربطه بالexperimental board راح نحصل 8 bit input data is loaded into a computer into two consecutive reading، يعني من خلال قراءتين مختلفة. راح نكمل المحاضرة بالأسفل موجود عندكم. when S يعني select is low bit 0 إلى bit 3 of the input، هنا عم بيحكي لي select يعني data select of the input data are read into the computer. when the selection is high البت من 4 إلى 7 are read to the into the computer. هنا أنا بالنسبة لهذا الشكل the connection between the LS 241 and the Synthronic Experimental Board، يعني هنا أنا كانوا رابط الدائرتين سوية كآي سي حتى تعطيني اللي يعني الإكسباندينج أو اللي حصلناه قبل شوية من 4 بت نحصل 8 وبالاتجاهين.
لا بالنسبة لهذا الرسم إذا ما يعني تشوفوا صعوبة بيه، أنا أحتاج فقط هذا الرسم اللي موضح بالقلم الرصاص، إنه أنا عندي داتا بورد كنترول بورد والستاتس بورد يعني كان هو الاكسبيرمنتال بورد، هنا أنا عندي البي سي والكونكتر اللي موجود، وبعدين أنا يعني أربط ويا ال RS-241 هذا الاكسباندنج بفر، واللي من عنده أقدر أنا أقرأ بيانات مختلفة، يعني من 4 بت أقدر أقرأ 8 بت. لاحظنا قبل شوي الاكسباندنج كان للإنبوت، هنا الاكسباندنج شوي نوسع، هنا الاوتبوت هم موجود عندكم، والمطيني الاي سيات اللي رقمها 373 374 مطيني هذا المثال على 374. ذا بن اوت ان اكسبيرمنتال بوت يوزنج 374 اللي هو موجود هذا الشكل، ذا انبوت تو ذا 374 ار كونكتد تو بت 0 من بت 0 الى بت 7، يعني الداتا بورت of the data board latching data. اللاتشنج هاي عملية اللاتشنج يعني مسك البيانات اللي سيطر عليها عن طريق السي 1، والسي 1 مربوطة بالكلوك. latching data into the IC is controlled by clock، أكيد هو هذا الكلوك. the clock bin is controlled by one output line of the control board. هنا الفيجر 4-2 اللي هو بالأسفل، ال D1 لل D2 ال D1 لل D8، هنا ما قال D0 قال D1 لل D8 and C1 are terminals on the Syntronic experimental board. terminals يعني شو نقول محطات أو توصيلات. هنا إذا ال IC is controlled by the clock، يعني هذا ال IC يتم السيطرة عليه عن طريق الكلوك، والكلوك is controlled by the C1، هنا هذا البن مال C1 from control group، يعني اللي راح يجينا هذا البن من control group راح يسيطر لي على الاي سي هذا. ده نشوف هنا اللي موجود عندي كانبوت هي الكيو، العفو الانبوت هي الدي هذا الموجود، والاوتبوت هي هذا الكيو اللي موجوده. اذا انا اسوي توسعه الاكسباندنج بورت هنا، ونفس الحاله انا المخطط اللي موجود امامي بهذا الشكل اللي هو البر اكسبيرمنتال بورد على جهه اليمين، والاكسباندنج الاوتبوت اللي هو انا اسوي اكسباندنج للداتا بورد اللي موجود هذا شكله. يمكن أن الطالب يعوضني عن هذا الموضوع، هذا الآي سي بهذا الرسم التخطيطي فقط. النوع الثالث من التوسعة اللي هو الأصعب والمستخدم حاليا، اللي هو الانبوت والاوتبوت اكسبانشن يوزنج 8255 بي بي اي، اللي هو بروجرامبل بريفيرال بروجرامبل انترفيس شيب، اللي هو رقم 8255 او 8155. هذا اللي موجود امامكم هو 8255 expansion configurable، نعطيني 24 output line input output line arranged in the 3 group A B C. طبعا هنا أنا موضوع حادي ويعطيني المودات المود 1 والمود 2. المودات يعني هنا أنا إذا ربط لي ال A ويا ال B أما يكون input أو output، وال C يقسم إلى قسمين أما input أو output. إذا ربطنا الطريقة الثانية المود الثاني A B لا يعتمد أحدهما على الآخر، وال C يقسم إلى قسمين، كل قسم هو للسيطرة على القسم الـ A أو الـ B. وبعدين المود الثالث اللي هو الـ A يكون باي دايركشنال، أما الـ B يكون أما مود 0 أو مود 1. هذه الشرح اللي جوا موجود، ولكن هذه السنة أنا ما أطلب من الطلاب هذا النوع الثالث، لأن شوية موضوع صعب ومحتاج يعني محاضرة يعني لشرحه. فلذلك إذا بس الطريقتين السابقة للإكسبانشن هي اللي مطلوبة منكم، هاي الطريقة الثالثة أنا رحت يعني ما أطلبها هذه السنة عن طريق يعني الإلكتروني، لأن بها تفاصيل كثيرة. تكون هاي المودات الثلاثة اللي حكيت قبل شوية أنا عليها، مود 1 ومود 2 ومود 3، يعني يربط لي الـ A ويا الـ B، والـ C يكون يقسم إلى قسمين، يعني أنا بها 3 طرق أنا ما راح أطلبها منكم هذه السنة. فبهالحالة أنا رحت أنهي محاضرتي يعني بها لين تفاصيل بالنسبة للموضوع المودات، وبها شغل يعني بها تقريبا 2 صفحة، فراح أنهي المحاضرة. فإذن المطلوب منكم فقط الطريقتين السابقة للتوسعة، الطريقة الثالثة حاليا أو هذه السنة غير مطلوبة منكم.